زمالك 2005 يبعث من جديد، والمصائب لا تأتي فرادى. الزمالك يودع كأس مصر من نصف النهائي قدام طلائع الجيش بعد الهزيمة 3-1 بعد 120 دقيقة شفنا فيها لعيبة الزمالك بخيبة أمل تأثير عليهم سواء بخسارة دوري أبطال أفريقيا أو التخبطات الإدارية اللي الزمالك دخل فيها. وفي النهاية أحب أقول لكم أهلا بكم في دوامة الزمالك. حطني رقم واحد في الأنجاصين. الزمالك بيخرج من كاس مصر بطولته المحببه وبطولته اللي بياخدها تقريبا كل موسم من سيمي فاينل قدام طلائع الجيش، مباراه من اسوأ مباريات الزمالك السنه دي سواء على مستوى اللعيبه او على مستوى الجهاز الفني والتفكير بتاع باتشيكو او على مستوى الروح والعزيمه بتاعه اللعيبه. الزمالك بادئ مباراه تقريبا نفس تشكيله مباراه الاهلي، ولكن حازم امام بادئ بدأ على احمد عيد، ونجم بادئ بدل بن شرقي، ورؤى بادئ بدل فرجاني ساسي. الزمالك داخل المباراه طول الشوط الاول لعيبه الزمالك في توهان، لعيبه الزمالك مش مركزه، توهان دفاعيا توهان هجوميا، لعيبه الهجوم بتاع الزمالك بعيد تماما بعيد تماما عن المباراه، مش بعيد تماما عن باقي الخطوط، لا بعيد تماما عن المباراه. مصطفى محمد مرمي في حضن خالد سطوحي وعلي الفيل، زيزو مش مفيش كره بتوصل له. المفروض ان بيلعب نمره 10 شيكابالا هو اللي بينزل يستلم من نص الملعب ويرجع يبتدي هو الهجمه، لكن ما بنشوفش ده كتير، وشيكابالا مرمي قدام، وده مصعب ومهم على الزمالك اكتر واكتر. لعيبه الزمالك تايهه في ارض الملعب، الزمالك مش مركزه في المباراه، الزمالك داخله التاثير باين عليهم جدا 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 جدا. بتسجل هدف في اول المباراه لكن تحسب اوفسايد على محمد نجم، اوفسايد صحيح والهدف بيتلغي، ولكن بعد كده الزمالك كان مخلي طلائع الجيش وكانه برشلونه، كان مخلي طلائع الجيش على مستوى الضغط على حامل الكوره فوق الممتاز، على مستوى استخلاص الكوره فوق الممتاز، على مستوى الهجمات المرتده فوق الممتاز، على مستوى امتلاك الكوره واللعب ما بين الخطوط فوق الممتاز، خليه طلائع الجيش تحت قياده طارق العشري وكانه بايرن ميونخ. الزمالك مش فايق، طبعا مش فايق ليه؟ لان اللعيبه لسه خارجه من فاينل افريقيا، خسرنا في فاينل افريقيا اللي كنا بنحلم بيه من 18 سنه وخسرته قدام غريمك التقليدي النادي الاهلي، وبعديها بيومين على طول بيدي خبر ان مجلس الاداره ماشي، وتقريبا الفريق بيفك. الفريق بيفك بسبب ان المشرف على الكوره امير مرتضى اللي كان ضامن الفريق وكان لامم الفريق وكان محافظ على استقرار الفريق وكان بيبعده تماما عن كل المشاكل الاداريه والاعلاميه وكل الكلام ده، امير بيمشي، بيجي لجنه الكوره مكونه من ايمن يونس، اشرف قاسم، عبد الحليم علي، نجوم كبار واسماء كبيره على دماغ كل زملكاوي، ولسه ما بداوش يشتغلوا، بس اللي احنا شايفينه ان الزمالك داخل في دوامه مش حلوه. الزمالك داخل في دوامه مش لطيفه، كلنا كنا حاطين امل ان احنا لعيبه الزمالك تصالح الجماهير بالفوز بكاس مصر، ولكن نخرج من السيمي فاينل في مباراه غريبة من لعيبة الزمالك. مباراة غريبة من باتشيكو. أو نص ساعة ونجم بيتصاب، بتخرج ونجم بترمي مصطفى فتحي اللي بقاله قرنين ما لعبش كورة. بترمي مصطفى فتحي في سيمي فاينل كأس مصر. ليه؟ مش فاهم من باتشيكو. باتشيكو بيعمل تغييرات غريبة. عصام الشوالي قالها له الماتش اللي فات، من أين أتيت بهذا كاسونجو؟ من اين اتيت بهذا الكاسونجو يا باتشيكو؟ النهارده بقول لك من اين اتيت بهذا مصطفى فتحي يا باتشيكو؟ ليه مصطفى فتحي بدل نجم؟ ليه؟ مش عارف، انا مش فاهم بصراحه تغييرات باتشيكو. الزمالك دخل في دوامه ما كنتش اتمنى ان احنا نخش فيها. وبتمنى ان الزمالك يحافظ على قوامه الاساسي اللي هم بالعربي ساسي ونجم اوباما عبد الله جمعه الونش، كل دول يحافظ على الفريق، يجدد اللعيبه اللي عايز يجدد لها، علشان فعلا الفريق لو دخل في دوامه ودخل في ان انت بتلعب باشباه لاعبين زي اسلام جابر وزي رؤى وزي اللعيبه دي تقف في دوامه وحشه. الزمالك هنرجع لايام لما كنا بنفنش رابع دوري بالعافيه، لما كان معانا كابتن ايهاب جلال بقى ومدبولي ومحمد الشامي ومحمد عنتر ونانا بوكو واللعيبه دي. واللعيبه دي لازم كباتن الفريق
تلم الفريق، لازم كابتن الفريق توقف الفريق على رجله. في سؤال محيرني، لماذا حمزه المسلوسي ما يتدربش مع الزمالك مع انه موجود في مصر بقاله 6 شهور؟ ليه ما يخشش ويتدرب تدريبات جماعيه مع الفريق، ووقت ما تعوزه ووقت ما تأيده يدخل على طول في التشكيله؟ بادي بحازم امام 0، اسلام جابر ناحيه الشمال 0، ضيع مننا بطولتين في اسبوع. الاولى قدام الاهلي كان شفاين تماما، وحسين الشحات لو كان فايق شويه كان اكل على دماغه على قفاه عيش. النهارده عمل لك ضربه جزاء في اول الوقت الاضافي في الشوط الاول، ضربه جزاء غبيه غبيه، احمد سمير عدى منك تخش تضربه ليه وتديله ضربه جزاء. جاب الجون طلع الجيش بعد ما جاب الجون في الشوط الاول، يعني في المباراه 90 دقيقه الاصليه بيجيب جون من فاول احمد سمير. برضه احمد سمير الغريب جدا اللي بيقلب قدامنا روبن، اللي بيقلب قدامنا رونالدينيو طول الموسم. احمد سمير مش موجود، يجي قدام نادي الزمالك ويقلب روبن، يقلب رونالدينيو، ميسي في زمانه. لكن باقي ماتشات الدوري مفيش احمد سمير. بيجيب جون اول للزمالك، والزمالك بيقدر يتعادل قبل نهايه الشوط الاول بهدف ماركت شيكابالا، هدف من ريحه 2010 و2011 بفاول معلم من شيكا، بيجيب جون 1-1. قلنا الحمد لله خرجنا الشوط الاول 1-1، متعب دي الشوط الثاني ممكن ننزل افضل، لكن دخلنا المباراه في الشوط الثاني اسوأ من الشوط الاول، توهان اكتر من الشوط الاول، تاثير بان اكتر على اللعيبه. اللعيبه النهارده اللي باين ان هو متحمل المسؤوليه نوعا ما شويه طارق حامد وزيزو. مصطفى محمد مش عارف فين مصطفى محمد. مصطفى محمد راح فين؟ اللاعب اللي كان بينزل ياخد الكوره ويحطها تحت رجله ويلف ويطلع الوينجات، فين مصطفى محمد؟ بتلعب ضغط عالي، باتشيكو بيلعب من بدايه المباراه بيضغط على لعيبه طلائع الجيش، مش متراجع للخلف. ليه بتخرج مصطفى محمد بره ال 18 كتير؟ خليه جوه ال 18. ليه شيكابالا في بدايه الشوط الاول او شيكابالا لحد ما طلع تحس في توهان؟ شيكابالا كل دقيقه في كل هجمه مع نادي الزمالك بتلاقي شيكابالا في مكان، مره ناحيه الشمال، مره ناحيه اليمين، مره نمره 10، مره بينزل لتحت، مره بيطلع لفوق، مره بيخش مع مصطفى محمد مهاجم تاني، مره بيطلع لبره، لحد ما شيكابالا تاه في ارض الملعب، ما بقاش عارف انا موجود فين. المفروض لاعب التحرك بدون كوره في الحته الهجوميه مميز، ولكن المفروض اللاعب يبقى ليه مكان معين ثابت فيه، لو لف كله وغير المراكز بيرجع للمكان دون عشان اللعيبه تبقى عارفه المكان ده وتلعب عليه. لكن شيكابالا ما بيدير على طول على طول، وده مش مشكله شيكابالا، ممكن تكون تعليمات من باتشيكو، اللي انتوا الثلاثي الهجومي يفضل يتحرك تحت مصطفى محمد كتير، وتخرج مصطفى محمد عشان يحركهم، لكن ده ما كناش بنشوفه. مصطفى محمد كان بيخرج بره منطقه الجزاء، ولعيبه الوينجات ما كانتش بتتحرك لان في تدوير كتير وفي تغيير مناطق وتغيير مراكز. الزمالك بيخرج من سيمي فاينل دوري ابطال افريقيا، من سيمي فاينل كاس مصر، دوري ابطال افريقيا، كاس مصر. وخطط الدوله شكله بيسير في طريقه. 2005 مش هقول رسميا، بس 2005 قريب جدا ستبعث من جديد. قعدنا من 2005 ل 2014 من غير ولا بطوله، خدنا 2 كاس بس، مره في 2008 ومره في 2014، وكنا بنخسر من اللي يسوى ومن اللي ما يسواش، والاهلي كان بياخد البطولات من غير منافسه، كاس مصر، السوبر، الدوري، افريقيا، كل البطولات كان الاهلي بيخش فيها بياخد البطوله من غير اي منافسه، لان الزمالك واقع في كبوه، واقع في مجالس معينه، واقع في مجالس غريبه بتيجي للزمالك في ايام بقى مرسي عبد الله وممدوح عباس والحقبه اللي كانت سيئه جدا. من بعد 2014 الزمالك فاق، الزمالك بقى يعمل صفقات تقيله، الزمالك بقى يعمل انجازات، الزمالك بقى يوصل نهائي افريقيا، الزمالك بقى ياخد بطولات، الزمالك بيفرح جمهوره. لا، ازاي؟ ازاي الزمالك يفرح جمهوره؟ ازاي الزمالك ينافس الاهلي سواء في صفقات او بطولات او اي حاجه في الكره المصريه؟ ازاي الزمالك يبقى بينافس الاهلي ند بند في كل حاجه سواء في صفقات او بطولات او اعلام او اي حاجه او سوشيال ميديا حتى؟ ازاي؟ لا، وقع الزمالك. بعد ما وصل نهائي افريقيا خسر البطوله، مشى مجلس الاداره اللي كان من سنتين كان فيه مشاكل، برضه مشاكل ماليه، ولجنه جت الزمالك وبوظت لك صفقتين من اهم الصفقات اللي كانت تيجي في تاريخ الزمالك اللي هم عبد الله سعيد واحمد فتحي، جم بوظوا الصفقه ومشي. فين تقرير اللجنه اللي جت عشان المخالفات الماليه اللي كانوا بيقولوا عليها؟ فين التقارير؟ مفيش اي تقارير، هم جم بوظوا الصفقه ومشيوا. خلاص مرتضى منصور بقى بالنسبه لهم كارت محروق، هنمشي مرتضى منصور. ازاي؟ اعزله. ليه؟ مخالفات ماليه. مخالفات ماليه
جم اكتشفوها في 2020. مرتضى منصور موجود من 2014، من بعد 2015 بعد ما خدنا دوري وخدنا كاس وصلنا سيمي فاينل كونفدراليه، بعديها مرتضى منصور تقريبا بقى يعمل حاجه ان الدوله عايزاها، بقى يمشي مدرب واثنين وثلاثه في الموسم، بقى يجيب كل موسم 15 و18 صفقه، الزمالك بقى يفنش دوري ثالث ورابع، ما بقاش ينافس على اي حاجه غير كاس مصر. الاهلي بقى ياخد الدوري باريحيه، بقى يوصل نهائي افريقيا بدون اي فريق مصري. خلاص الزمالك بيعمل او مرتضى منصور بيعمل اللي احنا عايزه، لكن لو مرتضى منصور ركز جاب امير مرتضى بقى في استقرار في نادي الزمالك، بقى في انجازات في نادي الزمالك، بقى في صفقات نادي الزمالك، بقى في جيل قوي شخصيا وبدنيا وفنيا وكل حاجه، ازاي الزمالك يقع تاني؟ ديسمبر 2020 بقولها لكم صريحه رسميا، الزمالك بيخش في كبوه 2005 من تاني، بيخش في مجالس معينه، هيجي لنا مجالس اداريه ما يعلم بها الا ربنا، هنشوف الزمالك اسوأ من مكان. من 2014 ل 2020 عملنا انجازات، جبنا صفقات، جبنا بطولات، الجمهور فرح، خلاص كفايه، رجع الزمالك تاني ل 2005، خلى الاهلي ياخد كل حاجه، ياخد صفقات، ياخد بطولات، ياخد انجازات، يعمل اي حاجه. بنطالب من هنا، بنطالب لجنه الكوره المكونه من ايمن يونس، اشرف قاسم، عبد الحليم علي، ناصر عزام، خالد رفعت، الخمسه دول يركزوا على الحفاظ على القوام الاساسي للزمالك. جددوا الفرجاني ساسي، جددوا بن شرقي، جددوا الاوباما، جددوا عبد الله جمعه، جددوا الونش، عدلوا عقد مصطفى محمد، حافظوا على القوام الاساسي. احنا كجمهور مش متحملين ان احنا ندخل في كبوه 2005 من تاني، ومش هنسمح، والله جمهور الزمالك ما هيسمح نخش في الكبوه دي تاني، مش هنسمح نخش في كبوه 2005 والايام اللي كنا بنحصلها واشباه اللاعبين اللي كنا بنلعب بيها واشباه المحترفين اللي كنا بنجيبهم، مش هنسمح. الزمالك بيخرج من كاس مصر، البطوله اللي كنا عايزين ناخدها عشان نرجع الثقه من تاني، الزمالك متاثر سواء بمشاكل اداريه او مشاكل فنيه، سواء بخساره دوري ابطال افريقيا، سواء بعزل الفريق، سواء فك الفريق، اتمنى الفريق ما يفكش اكتر من كده، اتمنى دور الكباتن بتاعت الفريق شيكابالا، طارق حامد، حازم امام، ابو جبل، جنش، كل الناس دي تتلم حوالين الفريق، تلم الفريق، تحافظ على القوام المتفسد الفريق، تخلي اللعيبه فيها حماس من تاني. خلاص موسم الزمالك اللي كنا من اسبوعين ثلاثه بنقول ان الزمالك هيخرج بالموسم دون على الاقل باربع بطولات، دوري ابطال افريقيا، السوبر الافريقي، السوبر المصري، كاس مصر. الزمالك رسميا بيخرج من موسم 2020 صفر بطولات. اتمنى موسم 2021 يبقى افضل من كده، اتمنى مسابقه الدوري نبتديها كويس، عندنا اربع ماتشات صعبه، مقاولين، بيراميدز، سموحه، الاهلي. اتمنى صفقات الزمالك تتم، امير عادل يتم صفقته، نجدد اللعيبه الاساسيه، ولنا الله، لنا الله في القادم، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على اي حاجه. ده كان رايي في الزمالك وفي الكاب، وقول رايك انت كزملكاوي في الكومنتس، والحلقه عجبتك ما عجبتكش، عايز تعمل لايك ما تعملش، عايز تعمل سبسكرايب ما تعملش، عايز تعمل شير ما تعملش، عايز تعمل ما تعملش براحتك، عايز تتابعنا على السوشيال ميديا تابع ما تتابعش برضه براحتك. خلاص كان معاكم مصطفى في نهاية حلقة الزمالك وطلاع الجيش، رسميا زمالك 2005 يبعث من جديد. سلام.